يستعد طلاب فيلق كييف كادت لاحتفالات السنة الجديدة بحفل خاص. خلال 3 أشهر من الاستعداد، دأب طلاب وطالبات الفيلق على التدريبات التي أشرف عليها نخبة من المدربين المحترفين. فهل تمكنوا من إتقان الرقصات والعروض؟ نتابع لنكتشف سوياً. المزاج الاحتفالي وصل إلى الأكاديمية والطلاب أعلنوا الاحتفالات. الاستعدادات اكتملت والحفلة على وشك أن تبدأ. المعلمون يختبرون عرض الفصل الرئيسي. في ساحة الرقص يتوجب على كل سيدة أن تتقن لغة مروحة اليد، وهي سمة من سمات المغازلة وإرسال الإشارات السرية. للموافقة أضع مروحة يد مغلقة على الخد الأيمن، لقول لا أضعها على الخد الأيسر، لكي أقول أنا أحبك أضع المروحة على قلبي، لقولي أنا لا أحبك أبعدها عني. تستبدل رقصة الفالس البطيئة برقصة البولكا والمازوركا، لكن الرقصة الإلزامية للجميع هي البولونيز. أفضل رقصة البولونيز لأنها رقصة بسيطة للغاية، لكنها تبدو جميلة جداً، وهذا ما يعجبني فعلاً لأني أحب الأمور البسيطة والجميلة في نفس الوقت. منذ سبتمبر يستعد الطلاب والطالبات لحفل رأس السنة الجديدة. مصممة الرقصات تقول أن كل رقصة تتطلب حالة ذهنية خاصة. رغم أن مزاج الشعب الأوكراني العام متشابه كثيراً، لكنه في الرقص مختلف تماماً. بختام التدريبات اكتملت الاستعدادات النهائية لحفلة العام الجديد.